فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. الجد بداية رحلة الدفاع عن اللقب الجد الفعلية تبدأ من الآن بالنسبة لفريق ليفربول، ومن الأرض التي أحرز فيها اللقب السنة الماضية هنا أمام توتنهام في النهائي الثاني الذي لعبه على التوالي فريق ليفربول الذي يريد أن يكون هنالك في تركيا في الموعد في شهر مايو المقبل، لما لا للوصول للمرة الثالثة على التوالي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. اليوم في مواجهة أتلتيكو مدريد على ميدانه في استاديو واندا متروبوليتانو، ويلعب اليوم بيان أوبلاك في حراسة المرمى، فيرسالكو على الجهة اليمنى، لودي، فيليبي، سافيتش، ساون نيغيز، كوكي، توما بارتي ولومار، كوريا رفقة موراتا ثنائي الخط الأمامي بأربعة أربعة اثنين كما عودنا ديغو سيميوني الذي ضيع كل شيء هذا العام لدوري أكيد لكأس الملك لأنه خرجوا وساديو ماني. مباراة مفتوحة على كرة الدوري كوم وخسارة الكاس كوم، ولكن الفوز على الركنية تنفذ هيلة بالرأس، جول بابا بابا جول، تهتز الشباك من ساول نيغاز يفتح مجال تشيل، وجد الكرة أمامه ساول نيغاز، ليفربول بفان دايك ليس من عادته أن يتلقك أهداف من كرة ثابتة وخاصة من ركنيات. لكم فقط أن تذكروا بأن الريتس لم يتلقى هدفا واحدا في أحد، لم يتلقى سوى هدف واحد في كينان دي روبرتسون المبدع هجوميا، هو نفسه أندي روبرتس. اختفى صلاح مرة ثانية من أمام رودي في التماس لليفربول، لا الحكم يقول لأتلتيكو مدريد، اختلطت عليه الأمور حكم المباراة. ليفربول هو أفضل خط دفاع وأفضل حتى خط هجوم وثاني أفضل خط هجوم بعد السيتي طبعا. هنا فابينيو يسقط، اصطدم لودي، يتفوق بهذه الكرة من أمام صلاح، بعدين لودي وصلاح نفس القامة نفس الوزن نفس الخفة، طبعا صلاح أسرع منه. مراته بابا خطيرة، ضاعت صلاح بابا بابا جول، وضع التسلل فيرمينو كان في وضع التسلل يا صلاح، فيرمينو كان في وضع التسلل، كل شيء مر بسرعة. نعم فيرمينو متسلل في اللعبة هذه، طبعا ما كانش عنده خيار آخر لأنه لو خما بارتي رجعت من هنا للمار يغير الفارق. كوريا يرجع لبارتي، بارتي قرب من هذه المسافة من يحاول يمر، يلعب مرة ثانية روبرتسون، هوندي ولا لا يسراك أفضل من يمناك يا أندي روبرتسون، لو كان هنا كان فيرمينو ينياك، رجعت للخلف في اتجاه فابينيو ولكن بعيدة، عالية الكرة هذه فوق مرمى الحارس يون أوبلاك. كنت قلت بأنه فابينيو طلبها أرنولد، فابينيو لأرنولد على جهة اليمنى يلحقها بعيدة ناحية فيرمينو، استلمها فيرمينو يلعب ممتازة ناحية أندي، يدخل ساديو مازال، راح أندي، أندي روبرتسون يواصل يلعب لهندر، ما تكون الكرة هجومية لليفربول عندك مهاجمين إضافيين، صلاح في العمق يتحول إلى قلب هجوم يعمل مشكلة في المراوغة من أمام موراتا، موراتا يستفيد من خطأ هنا، يصفر الحكم بعد التدخل من فابينيو. من صلاح والدفاع، هذه أول فرصة وأول كرة صعبة لعناصر ليفربول عند الدقيقة 35 من عمر الشوط، خطورة كبيرة ترجع لي أرنولد، رائع الكرة هذه في الالتقاط الأنفاس، عندي روبرتسون سأقول خبرا وصلني الآن لا يسعد عشاق ليفربول، يوصل علي فان دايك، فان دايك من أمام موراتا يلعب، المدافعين يتنفسوا شوية بهذه الكرات، مدافعين رامي التقطوا، هندرسون يبحث عن أرنولد، مضطر يرجع للخلفية، وسافيتش في التغطية، والحكم يقول خطأ ضد ساديو ماني لدفاع فريق أتلتيكو مدريد هنا من أمام فيرسالكو، والبطاقة الصفراء لساديو ماني. صدقني يا سيدي الحكم صدمته الدفاعية. أليسون مرة ثانية يلعبها في اتجاه جو، تماس لصالح عناصر أتلتيكو مدريد بعد مرور بارتي، رجعت للخلف في اتجاه لوجيك في قدراتهم البدنية يعني 11 زي سيميوني، صالح على جهة اليمنى، كرة
تروح لساول نيجيز يلعبها مع لومار. لومار انطلق هندرسون استلم الكرة اطلبها فيرمينو. هندرسون يجد صعوبة في ساديو فيرمينو التغطية الدفاعية. هندرسون جو غوميس يخرج لومار في خطأ هنا من أنخيل كوريا اللي تلقى البطاقة الصفراء جنية لما تلقى هي آخر كرة راحت ضربة مرمى لصالح الحارس يانو بلاك. الحكم يقول لك يا ساديو يا ماني ليس هناك أي شيء. ضربة الجزاء يجب أن تسترجع من فان دايك مرة ثانية بالرأس لساديو. كرر ينتظر الحكم تقنية الفار هنا لأنه تساعده تقنية الفار هنا. لا تصور بأنه زاد ارتكبها مرة ثانية. لا تصور روح. ليس هناك شيء. كوكي ومجرية الشوط الثاني من مباراة أتلتيكو مدريد أمام ليفربول. مشاهدي الأفاضل في تشكيلة عليه من أجل كرة أخرى صعبة. قلت ستلعب أرتي ساول نيجيز ماركوس يورينتي وروح. تصور بأنه بداية الشوط الثاني سيستمر حال ليفربول هكذا. فينالدوم خلص من الاول والثاني. اوريجي والدفاع يتدخل بعد 12 مباراة في مشواره سجل 3 اهداف. الفارو موراتا يلعبها الجهة اليمنى في اتجاه يورينتي. استلمها يورينتي يرجع مع يورينتي. با خطيرة ثانية لصالح انخيل كوريا. لم يبقى له سوى دوري الابطال. صلاح في صراع من هنالك على الجهة اليمنى مع فيليبي والكرة الدفاع يدخلوا كوكي والحكم يقول لمسة يد لدفاع فريق أتلتيكو مدريد. مرتا يرجع كيان بواجبه الدفاعي وكذلك نفذ في القائمة الثانية بعيدة. التغطية من يورينتي توصل لأوريجينيو. يتقدم جو غوميز وصلاح والكرة مرت. جو غوميز وصلاح في القائمة الثانية بالرأس. مرت سلامات على مرمى يانو بلاك على يمينه. وضعية سانحة لمحمد صلاح. طولودي يتفوق على صلاح في هذه الكرة. فان دايك يلا طارة نقول فان دايك وطارة لأندي روبرتسون يراقب كورتو الاسكتلندي يلعب مع ريجي والحكم يقول خطأ. ارتكب فابينيو الكل يهاجم. فابينيو فيرمينو الكرة في الركنية. الدفاع من فيليبي من هنالك توصل محمد صلاح على الجهة اليمنى يحاول يتوغل. صلاح لم يلعبها من هنالك لكوكي. كوكي مع موراس. كوكي يلعب لموراتا في خطأ نعم من جو غوميز الذي يتلقى البطاقة الصفراء الآن الثانية لعناصر فريق ليفربول بعد ساديو ماني. وصل متأخر جو غوميز هنا من كرة من ساول نيجيز بعيدة من هنالك تماما على المدافع رينان لودي. راحت مباشرة ضربة مرمى. أندي روبرتسون يبحث عن أوريجي. خروج غير موفق من يانو بلاك أمام البلجيكي. خلي البلجيكي على الجهة اليسرى وينو فيرمينو. أوريجي وبارتي. أوريجي وبارتي مرة ثانية لأوريجي. عنده الكرة الآن. أوريجي غير فابينيو وكوريا كاد يتفوق عليه. توصل لهندرسون. هندرسون مع ارنولد يطلبها في العمق. صلاح هندرسون وارنولد. ارنولد وهندرسون. هندرسون وفابينيو. يبقى كوريا ساقط على ارضية الميدان متأثرا بالاحتيال. با واش ضيعت يا موراتا. كرة بعيدة لفيرمينو خرجت. الحكم يقول تماس لعناصر اتلتيكو مدريد. لو لاحظت المنظومة الدفاعية تلعب كما ينبغي. يا موراتا يا موراتا كاجا الاسترالي. لودي با رايا رنان لودي البرازيلي كاد يخ. مازالت الخطورة من هنالك ناحية اوريجي. غطى كورتو يرفعها بالراس. هندرسون هندرسون يفوت على ليفربول فرصة تعديل النتيجة. اوريجي يخلط الموازين على اللي يقلب الموازين على الجهتين اليمنى واليسرى. كرة هندرسون مرت سلامة من يورينتي. راح والتغطية دي مينو. با رائعة كرة فيرمينو في اتجاه هندرسون. كاد يأتي الهدف
اي 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 مطر يرجع لك بارتي، بارتي يحاول يمر، بارتي يرجع للخلف فيرسالكو واندي روبرتس لما يخرج لك ساديو ماني وصلاح تفقد الكره.